الآن الشاشة شاشتك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج الشاشه شاشتك. خلينا نشوف اراء الناس اليوم في منطقه الشعله. تعالوا يلا نشوف اراء الناس وراجعني وياكم. برنامج الشاشه شاشتك، شو تحبين تقولين من خلال شاشه الديار؟ انا حالتي كلش تعبانه، وايد عندي معاملتها 3 سنين وزوجي متوفي وقعدت له بحواسهم. حتى معامله ما شنو؟ معاملتي مال التقاعد مال زوجتي لحد الان 3 سنين ما طالع. وين وصلت؟ يعني انت وديتي فايل؟ وديت فايل وطلبوا علي 2.5 مليون وقعدت بعد ما. من الطلب؟ طلبوا علي ناس المعاقبين نفسهم وقاعدين بحواسهم، حتى يشينكوا علي خر هيك ما عندي كل شيء، ما عندي احد، وعندي ولد يعني حتى ما ماكو شغل، ما يشتغلوا. صار اي والله صار علالي يبيعون ماكو شغل، شغلتهم كلش تعبوا. زين المعامله مال تقاعد، يعني انت وديتيها لل قالت بيها وبعد قعدت وديتها للدائرة وساعة قالوا لي كله على البريد وبالناصرية وبغت ما. ثلاث سنين صار لها؟ اي والله من 2013 2014. بينما هي الشعار انه المتوفي خلال 6 ايام تكمل معاملته مال التقاعد. زين ما يعني احنا انا جبتك منطقة اذا تريد الكلام نحكيه، انه بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية المباركة هي تخص المؤمنين، تخص اللي مثل ما يقول يعني لهم يد على لقمة الفقير. فالفقير اليوم يعني انتهى، ما إلى اي وجود. زين، واكو حديث للرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول من امسى ولم يهتم بامور المسلمين ليس منهم. هسه هاي ليله وحده اذا يمشي هذا المسؤول وما يهتم بامور المسلمين، هذا يخرج عن طاقه المسلمين. سيدنا احنا وصلنا في المنطقه حتى قاعد نشتم يعني ريحه مو طيبه، انه يعني مجاري ماكو، شنو سالفه هالمنطقه؟ كهرباء ماكو، مي ماكو. زين كان ملاذ الفقير هو المستشفى، هسه المستشفى يروح الفقير لازم يحضر له فد 25,000. يا الله هو ما عنده 500 دينار. هاي اكل يوم وحدة امرأة بالمستشفى جاية رجلها مكسورة، قالت لهم هاي رجلي اريد اصبها، قالوا لها 25,000. قالت لهم انا ما عندي كروة، يعني انا يا دوب دبرت الكروة ال 250,000 وجيتكم، منين اجيبها؟ هاي نقطة من النقاط اللي كان قلت لك ملاذ الفقير هو المستشفى. هسه المستشفى اصبح هو معاملة تجارية للفقير. زين اللي ينام اللي يرقد بالمستشفى الليلية 5، اللي يواجه المريض 5، السونار 15، الايكو 15. زين احنا يجني للمسجد نساء تقول لي اريد 500 دينار، 500 دينار، اقول لها شو تسوين بال 500؟ تقول لي ال 500 هاي اجيب لي العفو طماطية وبعض الخضورات واسويها مرقه حتى انطيها للاطفال. زين بشرفك يعني هاي تجي على 500 دينار، واكو خدمه وبالدوله هسه حاليا الدوله الاسلاميه مع احترام الشيعيه خدمه وبالدوله هسه التقاعد ماله ما يقارب 30 مليون، يعني هذا يدور على 250 دينار وهذا خدم بالدوله 6 اشهر ياخذ تقاعد 30 مليون. العضو اذا خرج ياخذ التقاعد ماله كامل ما يقارب 40 مليون. ايش خدم للعضو؟ خدم له 4 سنوات. فيعني ماكو موازنه. علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان يحكم العالم موزع الموازنه التموينيه بحصوات هو وقنبر، يخلون حصوات على الحصير ويفرشونها ويوزعون لكل فقير توصل للحصه
في زمن علي بن ابي طالب، انتم مو تدعون انه هذا زمن علي بن ابي طالب هاي الشيعه الحاكمه؟ انتم ليش تخلونا نترحم على ناس مجرمين؟ والله احساني انا بالنسبه لي مهيئ امور ووضعي زين، بس هاي الناس التعبانه يعني هاي اليوم جبنا صاروخيه على حساب كل بيت لما عنده 2000 دينار. هاي اليوم صبح الله شاهد سيدي المجاري. اي والله هاي اليوم جبنا صاروخيه اللي اخذت من كل بيت 2000 دينار سويناه. يعني امور فدنا وتعبانه هاي المنطقه. يعني فدنا بالشكر لله فدنا وتعبانه. والله ما حد جاها نهائيا. ولا واحد؟ ابد ابد الله شاهد ما حد جاها، وضعيتهم فدنا وتعبانه. يعني اليوم هاي انا اليوم لميناها من افتريت على بيت كل الناس تسمع ناس ما تدفع ومشيناها، المهم مشيناها اليوم. ناس عندها وناس ما عندها. ما عاد يعني فدنا ومشتكى لله فدنا وامورهم تعبانه. والله الله بالناس بالناس الفقراء هاي. يعني هم رادوا يلتفت عليهم ويساعدهم والله في وضعيتهم فدنا وتعبانه. الله يساعدكم الله يساعدكم. استاذ كثرة زيارتكم وكثرة جياتهم لهنا للمنطقة هي بوقت الانتخابات. فاحنا ضحينا بوقت الانتخابات وسوينا شغلات لهم ودافعنا وهذا اللي عاب قرايبه وهذا اللي عاب غيره وانتمى الى شخص اللي يريد يفيده. فما افادنا الشخص اللي انتخبناه. فبعد ننتخب من؟ شوف هاي الوضعية مالتنا وشوف هاي الناس الحواسم اللي قاعدة، هاي المرأس اللي حشت امامك، هاي ما عندها 1000 دينار اللي تتغدى جهالبي. وهذا اللي عندنا احنا نقوله. الله يسعدك. وانتم مشكورين. عيوني عيوني على راسي. انا من ضمن المنطقه قاعد هنا. من ضمن المنطقه قاعد هنا وما حد لا جاله مسؤول لا اي شيء ماكو. والله عامل كاسب هيك اشتغل. حصل 20 15 مو شرط يعني حسب الرزق. الحمد لله والشكر واحنا عايشين وتشوف التحالتنا. والله صار لي 11 سنه انا قاعد هسه هنا بالمنطقه هاي ما شفت واحد يجانا. فد بوقت الانتخابات يجن تخبوني وانا ادير بالي عليكم نعطيكم قطعه اراضي وجابوا لنا استماير واستنساخات وفلوس وصرف و20000 و25000 وكل شيء ماكو. وذنك الاستماير تسمع حسك ذبيناها تقام بالزباله وماكو والله شد. وانت تشوف الوضعيه هاي مجاري يعني ما عندنا وقاعدين حالتنا كثيفه وبالمطر تبكي على حالنا وبالفيضان هاي الفيضان هاي راح اخر شيء يعني بكال ما كنا نام الله شاهد والله. هسه احنا شو نريد يعني نريد مثلا كل واحد يطو قطعه ارض 50 نريد احنا ما نريد هواي 50 قطعه يعني كل واحد نقعد بيه احنا وعائلنا ونقعد ساكتين وش نشوف هسه انت هذا حالنا احنا يعني وعينك ميزانك با وعدته عاد ما يعني ما اقدر يعني انا احكي 50 شاب 50 شاب من شباب المنطقة انه كل جمعة فراخهم الجمعة كل جمعة يطلعون دول الخمسين شاب او المية شاب ينظفون المجاري. يعني مبادرة من اهل المنطقة. مبادرة من اهل المنطقة شبابهم اللي والله ما عنده جقارة. جقارة ما عنده يشرب. هاي جقارة ما عنده يشرب حصر عليه مهيئهم يطلعون ينظفون. بس احنا ما عندنا شيء نحكي لي الا مجاري وضعية تعبانة. لا واحد في يوم اجى سال علينا لا واحد دق باب. يعني هسه بشرفك هاك من ساعه احنا من عندنا من جيبنا الخاص الله وكيلك ما حد لا واحد اجى ولا واحد اطان. هاي احنا انا من ساعه باوع نزلت ايدي هاي يمكن الولد شاهدين هنا طلعت منها انقاذ وطابوك راجع علينا المجاري للبيوت. زين يا واحد اجى هنا مثلا يا المسؤول ويا ولا بلديه ولا فتشي يعني يا ما حد اجى فد يوم واحد دق باب علينا وقال انتم مش محتاجين. ما يصير شنو شغلك تشتغل؟ والله قاعدين يعني ما لاكو شغل لاكو انت تعرف الوضعيه. مو لولا احكينا شويه الله يساعدك. والله عمي وضعيه تعبانه وحسين وكل شيء ما كان شباب كل على طلبه طالع كفيلك الله. كل شيء ماكو كل شيء ماكو والله العظيم ما اشوف هسه شباب مع شوي ماكو ما تلقى ولا واحد. هاي ماكو هنا كله ملتم هنا بالشوارع ما كنا شغل ماكو تقعدون بالشوارع يعني تقعدون اي ما كل شيء ماكو على طلبه والله كفيلك الله كل شيء ماكو. الله يعافيك. اني كل شيء ما اشتغل عطال بطال بس صلح دراجات. صلح دراجات؟ اي الولد قاعدين هنا. طيب شاكي وين هو الشغل؟ ماكو شغل. هي الناس كلها متضرره. انا مبطل مدرسه. صار هو بالرابع ابتدائي. ايه. ايه وقطعنا حياتنا بالشغل وشوف هذا الشغل ماكو. بطلت غير حاله ضعيفه، معده قليله، نسوي غير نشتغل. ان شاء الله المدرسه يصرفون علينا وما يعلموا عنا. احنا غير نساعدهم.
ماكو تاي ما كملت لا لا في وسط الدكتور ثاني متوسط ثاني متوسط مدرسه بعيده عليه قريبه لا قريب قاعدين هنا انتم نعم شلون هالمنطقه شلون والله منطقه حاله ضعيفه جدا بيوت مو هالقد يعني ومعيشه قليله شغل ماكو وكلها على الطالب الطالب والله لي شغل ما من ابوك يعني؟ اي ابوك الله يخليك يا شباب رحم الله والديك شلون اوضاعكم؟ لا الحمد لله والشكر على كل شيء والله يريد شوفون وضعيتنا هاي ما مرتاحين بالشتاء هاي شوف المجاري وضعيتنا غرقانه ولدنا قاعده رواتب ماكو قاعدين على الطاله بطاله كلها قاعده ولدنا شنو ذنبنا؟ كم ولد عندك؟ انا عندي اثنين ولد والله اي اثنين قاعدين ولدي دوره وشغل والله كل شيء ماكو لا شغل ولا معامله ما يفيد كله الا واسطات حتى العماله هسه واسطه البلديه هم واسطه اي والله العماله والبلديه اي اي والله الا واسطه عندك واسطه شغلونه ماكو واسطه ما يشتغل اي والله شو تسوي شوف انتم تشوفون بعينكم مو بدون ما اقول لكم انا فشي وهاي لا خدمات لا فشي لا مسؤول اجاني هاي كلها احنا ذات يعني مجاري شغلات كلها ماكو خدمات يعني هسه احنا طرب هذا بالشتاء شلون والله والله عندنا احنا يطب للمي وغرقنا الله شو ما تجي بلدية والله لو يجون يجيبون صاحب فلوس لو ما يجون يعني الا بفلوس اي والله ما يجون نقول لهم يابا يقولون انتم حواسب زين احنا مو من العراق لو لا بس قولوا لنا السعر احنا عليهم مو صحيح لو لا نقول له يابا احنا غير احنا عوائل وكذا يقول له والله انتم حواسب انتم مو محسوبين علينا يعني مو محسوبين علي انه هي بالعكس يعني انه هاي نظافه لك صح لو لا اي اروح على القسم يقول لك انت مو مسؤول علي انت مو هذا انت مو كذا يعني شو اسوي انا في حاله انا موظف وين موظف؟ انا بالاتحاديه نعم هاي معانياتنا فضنا قلت الناس استلمت ملايين واحنا ما استلمنا كل شيء ما استلمنا ما اعطونا والله ولا فلس وفضنا لهنا بيوتنا وخشابنا غرق كله وتالي ما تالي حطينا لنا بالمليونين هسه دفننا وبنينا مره ثانيه الوليد على الطاله بطاله قاعده لا شغل ولا عمل هاي يوم بالعماله يومك ويوم ماكو وهاي ظروفنا وهاي احنا اربعه دول ثلاثه ولد متزوجين احنا قاعدين 150 متر ايوه ايوه الزهره ام الحسين هنا وهاي بنتي هماته مفصوله على الرجل هذا ببيتها غرفه وهو هاي هذا وهاي كنكم قلت بيقولوا هات مستحملين وقاعدين هسه خلي يعطونا حتى لو 100 متر وين ما كان ونبنيها ونقعد راتب مراحل اجتماعيه ما تقدم لا والله ما عندنا لا ما عندنا كل شيء ما عندنا لا ما قدمنا هم توفى ابوهم وقلت بيقولوا الحمد لله هاي لست سنوات يوم يشتغلون يوم قاعدين وهاي تشوف الدنيا هاي الدنيا الحمد لله والشكر كون الله ساتر عليهم شو نسوي فدوا روح لك ايدكم سالمين ان شاء الله وغانمين شوفكم شر بنادم ان شاء الله ويستر على العراق جميع اي والله ويسعدكم ان شاء الله على عده ها اي والله سنين شهداء عندي سولفينا شلون مين بالحصوه كانوا واستشهدوا هواي سالبي اي بالحصوه استشهدوا زين الرجال كان يشتغل لا هيك كاسب كاسبي وابنهم كاسب يريحت عندي راتب مال ارمله الشهر 100 اي اي زين يكفيك على ايجار هذا البيت لا نعم اشتغل بالسوق انا ابيع مخضر ابيع خطيره وهاي الحمد لله والشكر مو ما ضل عندي ولد واحد بالعمارة عازل من زمان بس بنات عندي ثمانية تجولنا مشاهدينا الكرام بهاي المنطقة في منطقة الشعلة منطقة كانت كلش تعبانة شفنا ما بيها مجاري هواي ناس تعبانة هواي ناس هواي شباب قاعدين ما عندهم شغل لا عمل نتمنى انه اي واحد يزورهم لهنا وبعدنا مستمرين مشاهدينا الكرام فخليكم ويانا والله هو هذا البوري دائما يطق قاب الشفل وهاي تكرم الزباله توصل لهنا في الشارع الشفل اللي يجي من الزباله دائما يكسره؟ دائما يكسره ماله غير حل يعني تشوفون غير مكان؟ دفنت انا سويته بس هم نفس الحاله جت لحظه هاي تكرم الزباله شوفها توصل للشارع سده يعني للشارع اي نسيت زين كلش قد يشيلوها؟ هو يومين يجون بالليل بس ماكو يعني ماكو فائده هو يشيلها صح بس هيك من ورا خشمه بس هي توصل لهنا سيارات هم تعرف هاي العالم من اي العالم المنطقه تذبها وحتى اذا نحشي المنطقه ما حد يقبل يعني المفروض هم نفسهم على المنطقه يعني شويه ميد انه هاي يعدلوها يرتبوها ما قلنا لهم ما توصلوها للشارع من يوصل للشارع هو الناس توصل للشارع اي ناس اي بهاي منطقتنا لا مدارس مجمع الزيتون لا مدارس الشعله لا مدارس لا مستوصفات ومن حولنا قطعه اراضي هنا المالكي بزمن المالكي وكعالم استلمت وعالم ما استلمت هاي خدماتنا وهذا شوف هاي حالتنا هاي باعلها لا كهرباء لا مي احنا نطالب ان شاء الله يعني خلي يشوفون وضعنا خلي يشوفون حالتنا انا كاسب انا ما عندي عماله كاسب ما حاولت تدور على تعيين ماكو كل شيء ماكو يعني تروح
ماكو، كل شيء ماكو. يعني راح قدمته ما قبل اي الا للمعارف. للمعارف اي اي بس المعارف، احنا ما حد يقلب. اي اي ما حد يقلبنا. والله ناشدكم على هاي الزبايه يعني بعد ترضوها انتم. هذول اهل الطليان ذاك اليوم راح مشتكين عليهم ويقولون هاي قرايه بالامير. يعني لمن نروح نشتكي؟ يا روح نشتكي لا ما يصير. والدور الزبايه قامت تطلع هيك قامت تروح علينا، لا تجي بلديه وشيله، ما حد ما يجي. واهل شو اسمه اهل التراب ما احجار هذا اللي يذبون هنا ذبوهن بكيفهم، يابا تعالوا شيلوهن، ليش خليتوهن هذا ذبيتوهن؟ شنو ما تحاكي؟ عافنا واخر ذب بكيف يقول تشيلكم شغلته. يعني يجون يذبون هنا انقاض وما حد يعني ما حد نحكي نحكي ماكو ما حد ما يفيد حكي. والله على هذا وضعنا، هذا احنا هنا هسه قاعدين، هذا الجسر فوقنا السريع مال الشعله، شكو حصى وشكو تراب شكو شو اسمه، احنا لو عندنا ما نقعد هنا ولا نقعد هيج قاعده. احنا ندعي الله واهل البيت يحسن وضعنا، بالصيف ماكو مي كهرباء ما هيج تلزق ما عندنا، يعني هاي سوالف الكهرباء ما قالت ما عندنا ماكو. والله كريم بس عينكم على رامل وعلى ايتام، ما عندنا غير هذا من عندكم، من الله ومن عندكم نطلبه. وعينكم على الخدمات، هاي قدامكم الخدمات اي والله ارامل عندي هواي، عندنا ارامل وايتام وشهداء عندنا هواي، احنا ولد الشعله يعني ما يحتاج انا اقول لكم من الشعله، احنا ولد العراق كله، ونشرف بيكم ونشرف بمعرفتكم ونشرف بهاي جيتكم الحلوه. الله يسلمك اطلت علينا. الله يسلمك وبارك الله بيكم. ما حد اجانا، والله ما حد اجانا. انا عندي ثلاثه شهداء، انا دحكي وياك عندي ثلاثه شهداء، بس الله الحمد لله مشي امري، مشيت امورهم والحمد لله والشكر. فاريد من الله ومن عندكم توصلون هذا صوتنا للدوله، بلكت عينهم على رامل وعلى ايتام، كل شيء ما نريد من الله ومن عندهم، عينهم على الله يباعون الله يباعون على ايتام، كل شيء ما نريد من عندهم. بالنسبه ان هذه منطقتنا منطقه الشعله، شعله الصدرين، تنقصها هوايه امور وتنقصها خدمات هوايه، وانتم هتشوفون هاي هسه الشوارع مليانه من الاوصاف ومن الزبايل هايبه، وماكو يعني مثلا منطقه تشوفها مثلا نظيفه وجماعه مثلا يجون ينظفون بها. هاي نسبه. بالنسبه للمستشفى، المستشفى اول ما اطلب ياخذون من عندك باص، وبعدين ياخذون من عندك كشفيه، اكو ناس ما عندها امورها تعبانه الى ابعد الحدود، فمنين يجيب هذا مثلا؟ منين يجيب؟ زين تجي للمستشفى مثلا زياره مثلا لازم فلوس، ياخذون من عندك وياخذون من عندك كشفيه وياخذون من عندك فحص وياخذون من عندك ايضا مال مراجعات ما مراجعات، وهي اكو ناس تعبانه مثلا ما تتمكن لهاي الامور. احنا مثلا نطلب مثلا من الدوله شوي تساعد الفقير، تصير من جانب الفقير تساعد الفقير، زين مده الخدمات المفروض شوي تساعد الامور على مود الخدمات، لان هاي من جانب الفقير. واحنا كنا نتمنى مثلا من الحكومه من الدوله من تغيير النظام ان يكون مثلا من جانب الفقير، من جانب الطبقه الكادحه، من جانب الطبقه مثلا ما عندها اللي امورها تعبانه، هذا اللي نتمناه مثلا. واحنا نشكركم جزيل الشكر لاهتمامكم بنا ولزيارتكم الى منطقتنا واطلاعكم على مشاكلنا، نشكركم جزيل الشكر ونتمنى لكم التوفيق. انا طالب كليه الهندسه جامعه المستنصريه مرحله ثالثه. المعاناه اللي نمر بها انه الاساتذه شوي يشددون علينا بالماده، اللود اللي جاي نعاني منه بالمحاضرات، خاصه العميد يعني احنا مال جامعتنا، احنا العام اعتصمنا عليه وما حد قدر يغير لنا شيء، ويجي اكثر من عميد، يجي العميد مال طب الاسنان مال المستنصريه، وجت العميده مال التربيه، وجي رئيس الجامعه نفسه قال انه انا راح اشيل العميد منه وانا راح اصير بالنيابه عنه، واعتصمنا ومع احترامنا لبعض الاساتذه قاموا يحكون علينا والبعض الظاهر ويانا، بس بنفس الوقت ما حد قدر يغير العميد، يعني احنا رغم مظاهراتنا اللي احنا بقينا اسبوعا متظاهرين واعتصمنا عن الدراسه نهائيا، ما حد قدر يغير لنا شيء، وبقى العميد نفسه، ورغم هذا رقم 450 طالب من الجامعه، يعني من الطلاب اللي موجودين ترقن 450. السبب اللي رقنهم بيه ليش؟ مو لان احنا اعتصمنا عليه صرنا ضده فانتقم من عندنا بالدراسه، تشدد هواي بالتصليح، يعني احنا عندنا الاساتذه شوي يقدرون يساعدون بالماده، يعطون مرات كيرفات او شيء يساعدونه بالدرجات، هو منع الكيرفات راسا. منع الكيرفات، منع المساعده من الاساتذه، قام يتدخل بشؤون الاداريه، الغيابات كلش قام يشدد بها، الزي ماكو حصرا ابيض ورصاصي، حيل شدد علينا، لذلك احنا اعتصمنا عليه، وبنفس الوقت ما حد قدر يغير من يعني من العميد. يعني هسه معاناه كليه الهندسه؟ اي معاناتنا احنا كمعاناه دراسه نوعا، العميد نوعا ما، وهسه وبعد احنا العميد بعده مشدد علينا. والله على شغله المستشفيات بفلوس، يعني اللي ما عنده هنا
ما يقدر يراجع بعد، يعني تراجع لك مريض 5000 دينار، اشعه ب 2000 دينار، يعني المعدن منين يجيب هاي العالم الفقره كلها التعبانه. الله يسعدك. اي فنطلب من الدوله ان شيل هذا القرار، شنو ابو الرعايه الاجتماعيه ما مشمول، ذاك ما مشمول، هي ماكو ما مشمول، كلها تاخذ منك. من الطب يقول لك اعطيني، شيل انت شايل كتاب الرعايه بيدك تعطيها تقول له شوفه. احنا نداعي العيادات الشعبيه، اقول المستشفيات الحكوميه عيني، فأي واحد يدخل ياخذون من عنده فلوس، اي واحد ينام ياخذون من عنده فلوس، اي مراجع واحد يراجع ياخذون من عنده فلوس، والفقير اليوم ما عنده منين يجيب، يعني واحد ما عنده زين. فهاي احنا نطلب من حيدر العبادي، هي كلها من حيدر العبادي عيني، فيشيل لنا هذه هالمشكله هذه زين. وبالنسبه والله انا اقول اكثر شيء على مود ذول العجزه، يعني هذا العجزه كل اربعة اشهر 200 الف، يعني شي كفن هال 200 الف، يعني هو خليه يحسبها بينه وبين نفسه وبين جماعته ذول البرنامجيين اللي ياخذون بالملايين زين، وهذا كل اربعة اشهر يلا يحصل له 200 الف زين. احنا نريد الثوره، الثوره هي عمليه اصلاح وتغيير شامل جذري مثل ما صار بالدول المجاورة. إن هاي مصر قبل فترة مو شالوا عبد الفتاح السيسي، شنو هو رجال عسكري وزير دفاع، قدر يصلح دولة مثل مصر. احنا أصغر من مصر، مساحتنا أصغر، عدد سكاننا أصغر، شنو اللي ما يقدروا له؟ واردات نفط جاي تجي بالمليارات، وين ده تروح هاي واردات النفط؟ المفروض أكو يحاسب، يقول الإمام علي عليه السلام يقول من أساء من ترك العقاب أساء الأدب، من آمن العقاب أساء الأدب. فاحنا لازم يكون عقاب، هسه حتى رب العالمين بالقران الكريم خلى عقاب، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. اكو فد يوم جابوا مدير عام اصغر موظف بالدوله وحاسب وحاسبه وحاكمه، انطيني واحد. السيطرات تمنع حلال، نشتغل على باب الله تمنع الحلال، والحلال المستورد يطب. منين يطب؟ يطب من كل المكان. يعني الحلال البي امراض يطببها قائد عمليات بغداد. واحنا حلال نشتري منها على باب الله بيخلونا نطب. يقول والله قائد عمليات بغداد اي سيطره، اي ماكو، يقول اي سيطره ما يطب، يا بقبال مسلخ احنا، يقول لا ما تطبون ماكو. والله شو نسوي، نطي اللي يطي فلوس اللي يقود هنقود ويطبب هنا. اذا تطي فلوس الطب؟ اي طبعا الطب هي عباره عن فلوس. لعد هو ليش يمنع؟ هو ليش يمنع؟ يمنع على مود فلوس زين. المفخخه حتى هم اهل السيطره يقول المفخخه الطب، الحلال ما يطب. بمر قائد على عمليات بغداد. اولا اهلا وسهلا بكم، ونشكر قناه الديار تسليط الضوء على هذه المدينه المحرومه، مدينه الشعله، لان كل الفضائيات وكل القنوات ما يعني ما زايره الشعله وشايفه معاناتها. هسه احنا جاي نعاني من فقر، احنا شباب عندنا طلاب ومثقفين ومعلمين، هذول الطلاب سوينا رابطه لخدمه المنطقه، يعني ما تنتمي لاي حزب ولا اي جهه، ننظف نخدم. فطالبنا يعني من خلال شاشتكم الموقرة، طالبنا قسم النظافة، قسم النظافة اللي هو الأستاذ، قلنا له أستاذ احنا شباب وما تابعين الجهة ولا تابعين المؤسسة، ننظف كل جمعة، يعني تدري الطالب ذا يقدر الجمعة يقعد، ننظف شو وقت كل جمعة، ما يعني ما طلبنا منه مطالب، طلبنا منه تكرم حاويات نرفع بها النفايات، ما طانة ولا اجانة، او طلبنا منه مثل اغراض تخص خدمه المنطقه. بس اريد اقول له من خلال شاشتكم، هي المصلحه عامه وليس خاصه وما تابعه لي، تابعه لمنطقه الشعله. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الشاشه، شاشتك كنا في منطقه الشعله، شفنا هواي ناس، شفنا هواي اراء، شفنا فقره هواي، نتمنى انه اي مسؤول يوصل هالمناطق اللي زرناها. نلتقيكم ان شاء الله بحلقه جديده، مع السلامه. Shashtek.